أكد رئيس الجالية اليهودية في تونس روجي بيزميت على أن ما حصل يوم الأحد الماضي وسط العاصمة التونسية هو شيء لا يصلح ولا يليق بصورة تونس في الخارج. وبيّن روجي بيزميت عن عمق انشغاله وانشغال الجالية اليهودية بالشعارات التي تم رفعها من قبل المتظاهرين والمعادية لليهود حسب وصفه. اللي صار مع الحد اللي فات حاجة ما تفرحش، كلام ما يصلحش، ومعناتها عنده معناتها ريزلتات كونسيكونس متاعه مش في الدار في البلاد، معناتها سورتو في الخارج. عندنا احنا كنا عندنا عيد دو شهر الجاي ان شاء الله، وكنا عندنا برشا عائلات جايين، 200 عائلات جايين عملوا تيل كاشير وكل شيء، ونرضين بط الكل. دونك حاب يقول اللي يوقع في الخارج بقت بالكلام هذا وكل شيء حاجه وبيمسش معناتها اليود ولا يمس ناس الكل على الاخر يقولوا لو كان الجو غادي هكا في تونس اش ماشي نعمل. من جانب آخر بيّن نواب من المجلس الوطني التأسيسي إنكارهم لما حصل يوم الأحد. كل هذه المتاهات أضاعت علينا وقتا وكانت تهدد بإحداث شرخ في المجتمع، وكأن تونس مقسومة إلى أنصار الشريعة وأعداء الشريعة، وهذا انقسام مفتعل ومخطر للبلاد. بعض الجماعات اللي هي تدعو إلى العنف، كل هذا يعني يجب أن نقف له بالمرصاد، والشعب التونسي واعي والشعب التونسي سيبقى شعبا موحدا شعبا متفتحا. مع اعتقادي أنه تونس هي دولة مدنية ولا خلاف في ذلك، الجميع يطرح أن تونس دولة مدنية، ماناش مختلفين في هذه المسألة. يجب أن نعمل جميعا من أجل أن نحمي ذاكرتنا وأن نحمي ثورتنا وأن نحمي مستقبلنا من خلال حماية الإبداع. في رأيي هم أناس لا يريدون الخير لبلادنا، وناس يطرحون مواضيع نحن في غنى عنها، ليست من طلب ثورتنا. مطالب ثورتنا كانت التشغيل، كانت الحرية، كانت الكرامة. لم نسمع أحدا يطالب بالشريعة. اللي عنده رأي بدون أي تطرف بدون أي عنف يمشي ياخذ تأشيرة يا أخي ويتفضل، وبعدين الثقافة والإسلام ما يتصدموش راه، لأن أول آية نزلت في محكم التنزيل ونزل بها سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. كل مرة قاعدة تتكرر هالأحداث هذه متاع السلفيين متاع دولة مدنية ودولة عنا اللي قعدنا بيه كونه تونس معناتها دولة مسلمة مدنية من أول الدنيا. ويذكر أن الآلاف من السياح اليهود يتوافدون آخر شهر أفريل إلى تونس للحج إلى معبد الغريبة الذي قيل أنه مبني من بعض حجارة هيكل سليمان حسب الروايات المتداولة. كما لم ينكر المؤرخون عن تواجد أقدم نسخ التوراة في العالم بهذا الكنيس، وبيّنوا في دراساتهم بأن المجتمع التونسي أثبت بأن التعايش ممكن مع الطائفتين وذلك طيلة 3000 سنة. أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن تونس تبقى حضنا دافئا لجميع أبنائها مهما كانت عقيدتهم أو ديانتهم، بمن فيهم اليهود الذين قال إنهم يعدون مواطنين تونسيين كامل الحقوق مثل غيرهم. أتى هذا الموقف ردا من الغنوشي على دعوة القيادي السلفي أبو عياض إلى اجتثاث اليهود من تونس. وأضاف الغنوشي بأن القانون سيكون بالمرصاد للسلفيين ولغيرهم إذا خرجوا عن أشكال التعبير السلمي أو دعوا إلى العنف أو إلى ممارسته، فإن القانون أقوى ممن يتحداه. وأوضح أنه ليست هناك حرب ضد السلفيين ولا ضد الحداثيين، بل الحرب ضد كل من يهدد أموال وأرواح وممتلكات التونسيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم. أصدرت المحكمة العسكرية بصفاقس صباح اليوم أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و15 سنة على المتهمين في قضية قتل عوني حرس من الأمن الوطني من قبل 3 أعوان من وحدات التدخل أيام الثورة بقصور الساف. وقد تم الحكم ب5 سنوات في حق العونين الموقوفين و15 سنة في حق العون الفار. هذا وصرح الموقوفان بأنهما سيقدمان طلبا باستئناف الحكم.
عقدت اليوم منظمة العفو الدولية فرع تونس ندوة صحفية بالعاصمة للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام نهائياً، وتهدف المنظمة من خلال هذا الملتقى إلى مزيد التوعية والتحسيس بعدم فعالية عقوبة الإعدام كرادعا للجريمة، استنادا إلى إحصائيات تفيد بأن معدل الجريمة انخفض في ثلثي بلدان العالم التي ألغت عقوبة الإعدام إلى نسبة 50%، بينما يرتفع المعدل بصفة ملحوظة في البلدان التي تنفذ الإعدام، وهي تمثل 20 بلدا من مجموع 198 دولة في العالم، أي ما يعادل نسبة 10%. ومن أهم هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية واليمن والعراق. الندوة هذه تنزل في إطار إصدار التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام الأحكام وتنفيذ سنة 2011. هي ندوة في العالم أجمع اليوم باش يتم إطلاق التقرير نتاعها، لكن منسوش رمزية تونس، هذاك علاش تم ديما الاختيار اللي في تونس. منظمة العفو الدولية تصدر تقاريرها نتيجة رمزية المكان وأهميته. حاليا باش يتم الضغط على الحكومة التونسية وكسب تأييد أعضاء المجلس التأسيسي من أجل المصادقة على البروتوكول هذا حاليا. إلغاء حكم الإعدام لم يساهم أبدا في زيادة الجريمة، وإحنا نستند في الإجابة هذه على علم كامل موجود، معناه يقرأه في الجامعة تسمع علم الإحصاء. نحب نقول اللي دراسات العلمية والعالمية اللي صارت في جميع الميادين من علم النفس وعلم الجريمة وعلم الاجتماع وعلم الإحصاء توري أنه عائلة الضحية سيفغي وقت اللي نشوفه احنا وسائل اعلام معينه هذيك طريقه عملها ما نجموش نلومه، فما حتى في الاعلام فما الحرفيه ونص الحرفيه وعدم الحرفيه، تخدم الحاجات سنساسيونال وتجيب لك اشو وقت العباد مازالت سخونه وتعدي لك عائلات مازالت اكسترا محرومه مضروبه في اولادها وصغارها وكل شيء، يقول لك نحب نقتل ونحب كذا. راهو مسير المسار عفوا نتاع المصالحه او التعويض لدى الضحية أو عائلة الضحية راهو بالضرورة يمر عبر مراحل، اللي هي أولاً تعترف له مكانته كضحية، ثانياً تعين تديزيني لكوبابل تقول هذا الشخص اللي قام بالعمل، ثم يسأل ثم يحاكم في محاكمة عادلة، ومن بعد المحاكمة العادلة هذه اللي مهما كانت بالنسبة لمنظمة العفو الدولية وهذه فلسفتنا وهذا أساس وجودنا لا يمكن أن ترتقي لحكم الإعدام. وحضر الندوة ممثلون عن منظمة العفو الدولية فرع تونس وممثلون عن المجتمع الدولي وإعلاميون، وناقش الحضور الأطر القانونية لهذا القرار وتبعاته في الأوساط المدنية والدولية وإشكالية طرحه أمام المجلس الوطني التأسيسي، حيث صادق عليه 32 حزبا من مجموع 160 مع تحفظات عدة سيتم التباحث فيها غدا في نفس الإطار. صرح النائب مراد العمدوني أثناء الجلسة الصباحية للجنة الحقوق والحريات التأسيسية بأن الحرب قائمة مع الكيان الصهيوني، وأكد على ضرورة رفض وتجريم التطبيع، محملا مسؤولية تنازل البعض إلى الرضوخ وتسلم أموال أجنبية سواء بالأسلحة المباشرة أو بالأسلحة الخفية، بدءا من منظومتنا التربوية إلى الاقتصادية إلى غيرها. الحرب قائمة ونحن في فترة حرب مع كيان مغتصب. أنا نستغرب قلت القضية تتحل، وهذه للأسف تكاو عليها البعض، وأنا استغرب كما قال الأخ حتى فما ناس غيرت مواقفها، كانت تحكي معنا على تجريم التطبيع في الدستور، تو قال لك لا يجيش في الدستور، زعما شنو تلونا بدون الفلوس اللي قاعدة تجينا. فما مسائل مبدئية، ثم مسائل مبدئية. اليوم ما نعرفش بالضبط أنا الجمعية أو كفاءة وظيفية راح تيجي، لكن النقاشات قاعدة عامة، ما دخلناش في التبويب ولا كتابة الفصول لحد الآن. إن شاء الله نستمع إلى جمعيات المجتمع المدني أكثر عدد ممكن، ومن ثم يعني ندخل في كتابة الفصول إن شاء الله. كما تطرقت لجنة الحقوق والحريات التأسيسية أثناء اجتماعها صباح اليوم للاستماع إلى رئيسة المجلس الوطني للحريات سيان بن سدرين ورئيسة جمعية حرية وإنصاف إيمان الطريقي.
تركزت نقاشات اللجنة التأسيسية حول التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور التي رأسها الصحب عتيق حول عديد المسائل الجوهرية، من بينها تحديد قيمة الكرامة الإنسانية وبناء الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي وتحديد الانتماء الحضاري للأمة العربية والإسلامية، وبالأخص كيفية التنصيص على التزامات الدولة بالمعاهدات الدولية والتضامن مع الشعب الفلسطيني. قيمة الانتماء الثقافي والحضاري للأمة العربية الإسلامية، قيمة البناء على الوحدة الوطنية وكذلك قيمة التكافل الاجتماعي، قيمة السعي لإقامة الوحدة المغاربية كخطوة نحو إقامة الوحدة الإسلامية، قيمة الالتزام بنصرة المظلومين وقضايا العدل في العالم. هذه المجموعة من القيم كلها سنضمنها في التوطئة لتكون أحد المنطلقات الهامة والأساسية التي ستنعكس لاحقا على جميع بنود الدستور. تحدثنا على مكاسب الإنسانية، وفي المكاسب والمنجزات البشرية هناك جملة من المواثيق الدولية التي في مجملها لا تتعارض مع حضارتنا وثقافتنا والإسلام ومقاصدها. هذه ستعتمد، ولكن مش تعتمد معناها بدون تحفظ. يعني هناك كل نظام وكل منظومة ثقافية لها تحفظ في جوانب معينة. في أثناء الجلسة وقع الخروج عن صلب الموضوع ليتم تناول مواضيع تتعلق بالإعلام، حيث صرح النائب حسن الرضواني بأن عملية التهميش الإعلامي مقصودة، لكن في المقابل أنكر عصام الشابي والصحب عتيق بأن تكون هناك عملية تهميش قائمة على أساس ما يسمى بالجهوية. تم نواب يشاركوا في اللجان الكل معرفين واحد واحد، عمرهم يجيبون في الحصص، وهذا إقصاء ونحملوه من المسؤولية. ثم واحد يعتقد أن الإعلان يستهدف جهة كما مثل كاف ولا البلي ولا مستحيل. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة التأسيسية حول التوطئة يوم غد إلى أستاذ القانون قيس سعيد بالإضافة إلى أحد ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل. انعقدت بمقر الوزارة الأولى ندوة صحفية للمنظمة العالمية للسياحة والمجلس العالمي للسياحة والسفر بتونس، ندوة حول مستقبل السياحة في البحر الأبيض المتوسط. وقد ألقى السيد إلياس فخفاخ وزير السياحة كلمة بالمناسبة، تناول فيها أهمية القطاع السياحي في العالم وخاصة في تونس، ودعا إلى تضافر كل الجهود بهدف المحافظة على مكانة تونس المتميزة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى دور الأمن في البلاد. لقاء صباح اليوم مع السيد رئيس الجمهورية والزعماء العالم 24 زعيم لإدراك أهمية السياحة في الاقتصاد وفي التشغيل. لا تسجلنا حتى مشكلة مع سائح زار تونس، لهذا هي معناتها كي تصير ثورة اللي كانت في جوارنا حرب أهلية في ليبيا، هذا كله توا تراجع والبلدان يواكبوا ويعرفوا ويطلعوا على اللي صاير في تونس ويزورونا من صحفيين من أهل اختصاص ويحوسوا ويتنقلوا في تونس ويشوفوا هذا هو اللي يخليهم مرتاحين. فما في العالم الكل فما اهتمام بتونس، توا نحسوه فما اهتمام بتونس اللي ما كانش قبل، معناتها توا اللي عملته تونس يشكل اهتمام، وهذاك علاش كي واحد يروح من تونس كي يحكي العباد تسمعوا أكثر من قبل، ويلزم كي يسمعوا يقول كلام باهي على كل الأصعدة، وهذا مسؤولتنا مسؤولية الجميع. كما أكد من جهته على تطوير السياحة الاستشفائية والشاطئية والصحراوية. أما بالنسبة للسياحة الداخلية فللدولة استراتيجية خاصة تسمى بخطة الوجهة، والتي سيبدأ بها العمل بثلاثة وجهات. كما ألقى السيد طالب الرفاعي الكاتب العام للمنظمة العالمية للسياحة كلمة أكد فيها دعم المنظمة لقطاع السياحة في تونس. أكد التزامنا ودعمنا لقطاع السياحة في تونس، عدم الاعتماد فقط على المناطق الساحلية والتي هي مهمة بكل تأكيد، ولكن لابد من التنويع في المنتج السياحي. لا يجوز الاعتماد فقط على جيراننا في الشمال الأوروبيين على أهميتهم بالنسبة لتونس بسبب قربهم وبسبب القوة الكبيرة للمستهلك الأوروبي، ولكن القادمين الجدد إلى قطاع السياحة في العالم مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وأستراليا، هؤلاء يجب أن يكون لتونس دور في ومكان في مقاصدهم السياحية.
ودعا سيد دافيد سكوزيل رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر، دعا إلى تشجيع المستثمرين للعودة إلى تونس لبعث استثمارات تنمي المنتوج السياحي، واعتبر أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص ينشط القطاع السياحي. من جهة أخرى، اعتبر التاجر والحرفي أن قطاع السياحة في تونس في تراجع، وأن نسبة الوافدين إلى تونس قليلة بسبب الاضطرابات والاحتجاجات التي تعيشها البلاد في هذه الفترة. احنا متوكلين على ربي، ما خايفين، ما نعرفوش روحنا شو اللي جايينا. هذه المشكلة، ديما اعتصامات مشاكل، وهذا مش صالح السائح. موسم السياحة لحد الآن نقص شوي، نتمنى أنه يتحسن، أما هالاضطرابات وهالمشاكل كلهم نتمنى أنه يتحسن خير، هو فهم شوي شوي، ولكن نتمنى يكون أحسن من هيك. نحن باش نفرض روحنا، يعني يكونوا نحن الصورة الجيدة لما توصل للبلدان الأخرى، البلدان الأخرى تكون متشجعة، ما هيش خايفة. نقولوا شي جيل تونسي يقول لك فما، نقول نحن التوا اللي يشوفوا فيها يعني برشة إعلان اللي يصور فيها، اللي هي مثلا نقولوا نحن نسبة تيروريست والحكاية هذيك، فهذا يعني نحن بدنا يلزمنا نعملوا بيبليستي به لرواحنا. فيما كان للبعض الآخر أمل في أن ينمو القطاع السياحي هذه السنة، وذلك بتضافر الجهود وتطوير وترويج وتسويق المنتوج السياحي. وأكدوا على ضرورة استقطاب تونس لسائحين من الفئة الغنية لدعم السياحة والاقتصاد في تونس، ونادوا بالوفاق الوطني ليستتب الأمن وبالتالي تحقيق انتعاشة للسياحة في تونس. حسب معناتها التقدير المشوف، نتصور فما خير من متعلق بالسياحة في تونس. حسب ما نشوف واحد ما يتفائل القيمة متاع السواح اللي قاعدين يتوافدوا على تونس ماش كما 2010 قبل الثورة كما توا، فما شوية نقص، حتى السياح اللي يجيونا يتوافدوا علينا ما همش من الكاليتي، نحن نقولوا من الكاليتي اللي تقع قاعدة تشري ولا حاجة. يلزم توا نشوفوا حل، معناها مع بعضنا توافقي، يلزمنا ندخلوا أنشطة جديدة على السياحة متاعنا، ثقافة جديدة فكرية ورياضية وبرشة ثقافات يلزم تدخل في السياحة متاعنا، وإن شاء الله نقدموا بالسياحة متاعنا نحن في تونس. إن قطاع السياحة يعتبر من أهم القطاعات في تونس، ففي ظل الاضطرابات التي تعيشها البلاد، هل يمكن أن تنتهي سنة 12 و2000 بنمو إيجابي لقطاع السياحة وبصورة إيجابية لتونس في الخارج مؤهلة للنجاح والاستمرار؟ نظم الاتحاد الوطني للمكفوفين وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، وقد رفع المحتجون عديد الشعارات المطالبة بإيجاد حلول عاجلة للمكفوفين وحل مشاكلهم الاجتماعية، واستغربوا تهميش الحكومة لحقوق ذوي الإعاقة بعد الثورة. أول حاجة نظرة ولفتة كبيرة من الحكومة، ماذا بينا على طريق المجلس التأسيسي تكون معنا نظرة إن شاء الله تكون إيجابية. احنا جينا لهوني اليوم معنا باش نمثلوا كامل فئات المجتمع الكفيف، كامل أطراف الجمهورية اللي تمثل حوالي 25 ألف كفيف، 25 ألف فيهم معناها شتى من مواضيع اجتماعية، فيها التعليم، فيها التشغيل، فيها الرعاية، فيها الصحة، فيها الثقافة. احنا أول مطلب نطلبوه معناها باش يتنفذ لنا هو أول حاجة ينظرونا نظرة كبيرة في التشغيل، الرهان، كل الرهان على التشغيل الكفيف، تشغيل الكفيف اللي معناها الكفيف اليوم أصبح معناها نعتبر مهمش، ولا بد معناها من مراعاة النقطة دي، ولا بد من أخذ التدابير اللازمة لما تمتيعوا بالأولوية دي. الأولوية احنا نعرفوا اللي كفيف كونه معناها في 101 وحتى في 1% وما هوش قاعد يطبق، لكن ما فماش حتى اهتمام. احنا نخدموا مثلا دي ستاندارديس ما مهتم بينا حتى واحد، ما هو ما يلوج علينا حتى واحد. الدبلوم اللي ماخذينه وينه؟ يقعدوا فينا وزارة التشغيل يعملوا لنا حل، نحن مكبوفين بلا مرة باية، ما عندي حتى شيء، كان وجه الله فهمتني، ما عندي حتى شيء، كان وجه الله. نحب يلبسوا لنا شوي نظر، يلبسوا لنا نظر، عندي عائلة، عندي صغار، عندي كذا، نحن ما لقيت لهم حتى حل.
صفاقس هي قطب وعاصمة الجنوب، تفتقر إلى مدرسة للمكفوفين، حيث أن المكفوف اللي عمره 6 سنين و7 سنين يلزم يتحول للقابس. احنا بنخدم ومتطوعين في منظمة نحبوا على التفرغ متاعنا كما كان، لأنه أول مرة اختصت به الجمعيات الخيرية، من بعد جاء وقت بن علي وتعمم للأحزاب والجمعيات المصالح خاصة. احنا نطالبوا به توا للجمعيات متاعنا، أول حاجة تفرغ، ثاني حاجة نطالبوا باستمدار. اللي الناس اللي قاعدة تخدم فيه بالأكتاف تدخلوا فيها المديرين في تونس بالأكتاف، نحبوه يبقى كل الكفيفة كهو. ويشار إلى أنه وقع المتجارة بحقوق المكفوفين والمعوقين من قبل جمعية بسبة للنهوض بتشغيل المعوقين التي كانت تترأسها ليلى الطرابلسي، لكن بعد الثورة وقع بعث جمعية بصار والمنارة التونسية بالإضافة للاتحاد العام التونسي للمكفوفين الذي سيدافع عن مطالب هياكله. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 18 مدنياً سقطوا اليوم في أحداث إطلاق نار واشتباكات في حمص، وقد أضيف هذا العدد الجديد من القتلى إلى حصيلة يوم أمس، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 59 مدنياً حسب ما أدلت به الهيئة العامة للثورة السورية. قتلوا بنيران الأمن والجيش السوريين معظمهم في محافظتي حمص وحماة. ومن جهة أخرى، اتهمت منظمات حقوقية القوات الموالية لنظام بشار الأسد باستخدام الأطفال على الدبابات كدروع بشرية، حيث قالت منظمة هيومن رايتس أن الجيش النظامي يجبر المدنيين ومعظمهم من الأطفال على السير أمامهم أثناء اشتباكات مع الجيش الحر. فيما أفاد سكان سوريون أن القوات النظامية السورية توغلت في شمال لبنان اليوم ودمرت مبنى في مزرعة واشتبكت مع مسلحين من المعارضة السورية لجأوا إلى هناك. وفي الأثناء تتواصل المساعي الدولية لوقف أعمال العنف في سوريا. غداة زيارة المبعوث الأممي كوفي عنان إلى الصين، وبعد رد دمشق الرسمي على خطته سداسية النقاط لحل الأزمة في سوريا. ومن جانبها، حظت تركيا حظوة الكثير من الدول العربية والغربية وعلقت كل الأنشطة في سفارتها بدمشق مع تدهور الوضع الأمني، ويأتي ذلك تزامنا مع اجتماع المعارضة السورية في اسطنبول سعيا إلى تكوين جبهة موحدة تعينها على الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل اجتماع أصدقاء سوريا المقرر الأحد المقبل. في فرنسا، صرح جمال عزيري خال محمد مراح منفذ عملية تولوز ومونتوبان أن الأخيرة تعرض لغسيل مخ في السجن على أيدي متطرفين استغلوا شغفه بالتعرف على الدين الإسلامي ليدفعوا به إلى طريق التطرف. وعلى صعيد آخر، وجه قضاة فرنسيون تهمة الدعارة المنظمة إلى دومينيك ستراسكان الأمين العام السابق لصندوق النقد الدولي في قضية فندق كارلتون بمدينة ليل شمال فرنسا، والتي تتعلق بسهرات ماجنة يعتقد أنه شارك فيها في باريس وواشنطن. وقد أفرج عن ستراسكان بكفالة قدرها 100,000 يورو ووضع تحت المراقبة القضائية. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية رامان شرق رام الله في الضفة الغربية، ويأتي ذلك وسط غضب متزايد بالضفة الغربية تزامنا مع دعوة أطلقها مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة التحرير الفلسطيني من سجنه في إسرائيل، تدعو إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية وقطع كل العلاقات مع إسرائيل. ومن جهة أخرى، يستعد الفلسطينيون لتنظيم تجمعات يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على مصادرة إسرائيل للأراضي والتي يتضمن مسيرات إلى القدس، من المرجح أن تتحول إلى مواجهات.
علق الرئيس السوداني عمر البشير زيارته إلى جنوب السودان المقررة الأسبوع المقبل على إثر دعوة من نظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان، وذلك لمعالجة القضايا العالقة بين الدولتين. ويأتي تعليق الزيارة بعد نشوب قتال بين جيشي البلدين في عدة مناطق حدودية متنازع عليها. وقد أعلن رئيس جنوب السودان سيلفا كير لدى افتتاح اجتماع للحزب الحاكم في العاصمة الجنوبية أن الطائرات والقوات البرية السودانية هاجمت مواقع غنية بالنفط في الجنوب. وأضاف كير: إنها حرب فرضت علينا مجددا، والمسؤولون في الخرطوم هم الذين سعوا إليها.